مشاهدينا الكرام، مساء الخير، اهلا بكم معنا وحلقه جديده من هنا ماسبيرو. نبداها معكم بقراءه لاهم واحدث الاخبار. نبداها ب يعني هذه التغطيه الخاصه لفعاليات اليوم وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مدينه المنصوره الجديده وجامعه المنصوره الجديده. كما تفقد اليوم ايضا رئيس عبد الفتاح السيسي قريه الحصص بمركز شربين، احدى قرى مبادره حياه كريمه. حول هذا الموضوع بينضم الينا عبر اتصال تليفوني الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي الأستاذ خليفة أدهم. أستاذ خليفة، أهلا بك معنا. أهلا بك بحضرتك أستاذ عاطف وكل السادة المشاهدين. أستاذ خليفة، بداية يعني إزاي تابعت فعاليات اليوم؟ زي ما تابعنا طبعا قيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة وجامعة المنصورة الجديدة. زي ما احنا عارفين طبعا أنه مدينة المنصورة الجديدة هي ضمن سلسلة المدن الذكية والمشاريع والإنشاءات العملاقة اللي كانت أطلقتها الدولة المصرية. إزاي شايف أهمية هذا المشروع على المستوى الاقتصادي وكمان على المستوى الاجتماعي؟ بالتأكيد يعني النهارده ده مشروع مهم جدا في إطار زي ما حضرتك اتفضلتي سلسلة المدن الذكية اللي تم الجديدة اللي بيتم إنشائها منذ على مدى السنوات الماضية منذ 2014، وده مهم جدا. أولا بيعكس على مستوى الأهمية الاقتصادية، بيعكس قد إيه الدولة بتعتمد بشكل أساسي على التخطيط العمراني السليم، وده مهم جدا في اطار استيعاب النمو الكبير اللي احنا شايفينه والزياده الكبيره في المعدل في السكان، وبالتالي الطلب الاساسي على الوحدات السكنيه وما الى ذلك. شفنا قد ايه العشوائيات وتكلفه الحقيقه معالجتها كانت مكلفه بشكل كبير، بالاضافه الى السلبيات المتعدده للعشوائيات بسبب عدم التخطيط العمراني على مدى عدد من السنوات الماضيه، اللي كانت الحقيقه ما استوعبتش الزياده الكبيره في السكان والطلب على الوحدات السكنيه، وبالتالي ده بيعكس قد ايه ان هناك في تخطيط عمراني سليم بيستوعب الزياده الكبيره في النمو السكاني والطلب على الوحدات السكنيه، خاصه ان هذه المدينه المنصوره الجديده تستوعب حوالي 1.5 مليون ساكن، وبالتالي يعني بالاضافه الى انها بتعالج طلب على سكن في محافظات ما لهاش ظهير عمراني وزي المنصوره ايضا كفر الشيخ زي دمياط. ده علشان كده احنا بنتكلم كمان استاذ خليفه عن الموقع المميز للمشروع. بالتاكيد موقع متميز لانه كمان بيطل على البحر المتوسط وب 15 كيلو طول على البحر المتوسط، وبالتالي مدينه خضراء بمدينه ذكيه من الجيل الرابع، وبالتالي الحقيقه متنفس ورقه خضراء للمنصوره الجديده وهذه المحافظات المهمه اللي بتشهد نمو كبير جدا وتعاني من عدم وجود رقع او مساحات للمباني والنمو تستوعب هذا النمو السكاني فيها، وبالتالي ده بيعالج ايضا على مشكله كبيره جدا كانت اللي هو التعدي على الاراضي الزراعيه، وهذا التخطيط بيلبي متطلبات كافه فئات المجتمع سواء في اسكان اجتماعي زي ما شفنا، في اسكان متوسط الدخل زي سكن السكن وجنه وما الى ذلك، اللي بيتيحوا هذه المدينه لكل فئات المجتمع. صحيح، لانه مهم استاذ خليفه يبقى في عندنا انواع السكن المختلفه. بالتأكيد زي هو كمان فيها أهم شيء كانت بتعاني منه المدن الجديدة عشان تجذب السكان والنمو العمراني فيها كان تزويدها بالخدمات. كانت في الفترة الماضية ما كانش في خطوط مواصلات تربطها بين المدن الأساسية اللي هي امتداد ليها، وأيضا ما يتعلق بتزويدها بالخدمات الأساسية سواء المرافق العامة، مؤسسات الحكومية والأجهزة الحكومية والوزارات زي ما شفنا، كل هذه الخدمات متاحة، حتى دور العبادة متاحة، ملاعب متاحة، حدائق مركزية كبيرة جدا جدا تمثل رئة مهمة جدا لهذا المدن والمحافظات الثلاثة. فأعتقد الحقيقة كان مهم جدا جدا هذا التخطيط العمراني على يكون عندنا مشروع متكامل. أستاذ خليفة كمان إزاي شايف أهمية المدن الجديدة اللي بيتم فيها إنشاء محطات لتحلية المياه؟ احنا عارفين طبعا أنه في تحديات خاصة بمحدودية المياه على مستوى العالم، كمان يعني منطقة الدلتا أيضا من المناطق المهددة بسبب التغيرات المناخية، فإزاي يعني شايف أيضا يعني هذه الأمور اللي احنا تابعناها أيضا من خلال مدينة المنصورة الجديدة؟
بكل تأكيد يعني احنا مصر بتقع تحت خط الفقر المائي، بعد لان احنا كل اللي بنحصل عليه من نهر النيل 55 مليار متر مكعب، وده في ظل النمو السكاني. كانت بتكفي عندما كان عدد سكان مصر في الستينات 40 مليون، الوقت احنا النمو السكاني شفنا خلال 6 شهور قد ايه النمو السكاني الحقيقه بيمثل تحدي كبير جدا، 105 مليون او 104 مليون مواطن، وبالتالي وفي ظل النمو المتوقع خلال الفتره القادمه، فمن المهم جدا جدا زي ما حضرتك اتفضلتي ان انشاء او اقامه محطات لتحليه مياه في هذه المدن زي الساحل الشمالي بكامله، زي شفنا ايضا هذه المدن الجديده ومنها المنصوره الجديده محطه تحليه مياه حوالي 160 الف متر مكعب يوميا، منها المرحله الاولى تم تنفيذها ايضا في ظل الافتتاح اليوم شفناها ب 40 الف متر مكعب، وده مهم جدا جدا. وشفنا كمان محطات كهرباء، شفنا اذا تزويد هذه المدن بكل متطلبات ومشروعات حمايه الشواطئ استاذ خليفه، لان يعني نعم. منطقه الدلتا زي ما قلت انها من المناطق المهدده بسبب التغيرات. نعم، يعني الحقيقه ده مهم جدا جدا زي ما حضرتك اتفضلتي، ان احنا اتخاذ كافه الاجراءات لحمايه هذه المدن في ظل التغيرات المناخيه واللي بتهدد بعض المدن الساحليه، وده مهم. فشفنا ان اتخاذ هذا في الاعتبار مهم جدا عند انشاء هذه المدن خاصه الساحليه، وهذه المدينه من ضمن المدن الساحليه اللي بتطل على البحر المتوسط 15 كيلو زي ما اشرنا، وبالتالي نعم. المهم جدا اتخاذ كافه الاعتبار في التخطيط ودراسات الجدوى، وده بيعكس قد ايه ان في دراسات جدوى الحقيقه مهمه جدا جدا عند انشاء هذه المشروعات المهمه، وهذه المشروعات والمدن الجديده الحقيقه على مستوى الجمهوريه كلها. شفنا حوالي 22 مدينه او اكثر جديده بيتم انشائها من اول مصر من عند اسوان حتى اسكندريه جديده، فاذا الحقيقه كل ده بيستوعب الزياده السكانيه، بيتيح تخطيط عمران لاستيعاب هذه الزياده السكانيه، بيلبي كافه احتياجات المجتمع، تزويد هذه المدن بالخدمات الاساسيه والمرافق الاساسيه لعنصر جذب مهم جدا للتسريع العمراني لهذه المدن، والحقيقه ده بيعكس قد ايه ايضا خاصة ان فيها مجمع للصناعات الصغيرة والمتوسطة، وده ده في اطار الحقيقة برنامج حياة كريمة المدن اللي افتتحها السيد الرئيس النهارده، انما هذه المدن الحقيقة بتمثل رئة مهمة جدا خضراء للمحافظات اللي بتحيط بها الثلاثة اللي اشرنا ليها لاستيعاب الزيادة السكانية. اعتقد انها الحقيقة مشروعات قومية مهمة جدا جدا في الفترة القادمة ستشهد الحقيقة معدة كبيرة، خاصة ان تم الاشارة الى ربط هذه المدينة الجديدة بالمنصورة، مدينة المنصورة عبر خط قطار كهربائي، فالحقيقه ده مهم جدا لتسريع تعمير وتنميه والعمرانيه لهذه المدن. الكاتب الصحفي والمحلل الاقتصادي الاستاذ خليفه ادهم، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونعود مره اخرى. نواصل معكم هذه التغطية الخاصة لفعاليات اليوم وقيام الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مدينة المنصورة الجديدة. بينضم الينا عبر اتصال تليفوني الكاتب الصحفي جميل عفيفي. استاذ جميل اهلا بحضرتك معنا. اهلا بحضرتك يا استاذ عوض واهلا بالسادة ان شاء الله. استاذ جميل، بداية يعني ازاي شايف اهم رسائل وتصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم اثناء فعاليات افتتاح مدينة المنصورة الجديدة؟ هو الكلمات الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم كلها كلمات هامة جدا توضح الجهد والمبذول داخل الدولة المصرية. يعني الرئيس النهارده بيتحدث عن المدن الجديدة وإنشاء المدن الجديدة، وبيقول إن دي واخدة تفكير ورؤية خبراء مصريين على أعلى درجة من المستوى وأعلى درجة من الكفاءة، إن هم يحطوا التخطيط لهذه المشروعات القومية. وأيضا الرئيس النهاردة اتكلم وقال إن المجهود ده ما هوش مجهودنا إحنا فقط، ولكن مجهود أيضا سابق يعني شارك فيه العديد من الخبراء في هذا المجال. الرئيس النهارده ايضا بيوضح الرؤيه المصريه للتوجه الى المدن الجديده وانها تبقى رئه جديده للمحافظات ومدن ذكيه وعلى اعلى مستوى من الخدمات والكفاءه، استخدام الطاقه الجديده والمتجدده من طاقه الطاقه الشمسيه، خفض الانبعاثات الحرارية، وأيضا وسائل نقل متميزة، المدينة على أعلى مستوى من الدقة وعلى أعلى مستوى من التخطيط،
ومتطلبات كل الشعب المصري او كل الطبقات المتواجده فيها، المستوى الفاخر والمستوى المتوسط والمستوى الاجتماعي ايضا المطلوب. اذا في المدن دي هي مدن ذكيه، ايضا استخدام تحليه مياه البحر وده مطلوب جدا، والرئيس قال ان في كل المحافظات الساحليه بيتم انشاء وحدات لتحليه مياه البحر نظرا للاحتياج الدوله المصريه للمياه في الوقت الحالي. وايضا الرئيس تحدث بشكل واضح وصريح عن الزياده السكانيه اللي في الدوله المصريه، واللي بتحاول الدوله المصريه ما يبقى في وعي لدى المواطنين لمواجهه الزياده السكانيه، لان كل الامكانيات وكل القدرات للاسف الشديد بتبتلعها الزياده السكانيه. رئيس طبعا تحدث اليوم عن قدره الاقتصاد المصري وقدره الدوله المصريه على مواجهه الصعاب ومواجهه التحديات رغم الازمات الاقتصاديه العالميه جراء الحرب الروسيه الاوكرانيه، وان الاقتصاد المصري هو اقتصاد قوي قادر على مواجهه الازمه وقادر على عبور هذه الازمه. الرئيس النهارده ايضا تحدث عن الدور المصري الهام على مستوى العالم، واصبحت مصر رقم مهم في المعادله العالميه وخاصه في مجال الطاقه الجديده والمتجدده، وايضا في مجال مكافحه التغيرات المناخيه ومواجهه التغيرات المناخيه من خلال طبعا قمة كوب 27 اللي أقيمت في مدينة شرم الشيخ، واستطاعت مصر من خلالها أنها تحقق العديد من الإنجازات وتنفذ العديد من المبادرات خلال هذه نعم. أستاذ جميل، من ضمن أيضا تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي النهارده قال إنه هذه المشروعات مش فلوس زيادة معانا، إنما هي أمور حتمية، وإنه مدينة المنصورة الجديدة يعني هي يعني جزء من خطة شاملة لبناء 30 مدينة جديدة. إزاي شايف يعني أهمية هذا التصريح، وكمان تصريحه عن أهمية الشرح التفصيلي للمشروعات، عن حجم العمل في هذه المشروعات، حجم الشركات المشاركة في المشروعات، وكمان فرص العمل اللي بتتوفر من خلال هذه المشروع؟ هو طبعا الرئيس بيشرح للرأي العام وللمواطن المصري كل تفاصيله الدقيقة لمنع أي محاولات بث شائعات أو محاولة تضليل من بعض الفئات. فلهذا السبب الرئيس هو بالفعل يتحدث إن إحنا ما هياش رفاهية إن إحنا بنبني مدن جديدة، لا، هو بالفعل مطلوب إنشاء مدن جديدة بسبب تكدس المحافظات المصرية بشكل كبير جدا. هناك أزمات كبيرة بتحصل في المحافظات، مفيش أي اتساع عمراني، إحنا من سنوات طويلة جدا ما تمش بناء مدن جديدة خالص غير مدينة السادات ومدينة دمياط الجديدة، فما كانش في مدن جديدة في المحافظات. إذا مفيش مدن جديدة تقدر تستوعب الزيادة السكانية اللي موجودة داخل هذه المحافظة، فكان مش رفاهية إن احنا نبني هذه المدن الجديدة، لا، هو مطلب حقيقي وأساسي إن احنا يتم الانتقال إلى مدن جديدة ومدن تواكب التطورات اللي بيشهدها العالم كله، وإن الجمهورية الجديدة اللي مصر داخلة فيها يجب أن يكون هناك تطوير وتحديث في المدن، مش مدن جديدة فقط ويتم إهمال المحافظات، لا بالعكس، هو المدن الجديدة بيتم إنشائها على أعلى درجة من الكفاءة والتكنولوجيا العالية اللي بتتم، على الجانب الآخر المحافظات الأخرى بيتم أيضا التطوير والتحديث فيها، في كل محافظة من الداخل عواصم المحافظات بيتم تطويرها وتحديثها وإنشاء طرق جديدة، تغيير البنية التحتية صحيح بالكامل من خلال مبادرة حياة كريمة طبعا زي ما احنا متابعين بالطبع. اذا في تطوير في المدن الجديدة، وعلى التوازي الاهتمام بالمحافظات بشكل كبير، وده حق من حقوق المواطن المصري، يعني حق من حقوق المواطن المصري ان هو يجد سكن ملائم، يجد مستشفى تستطيع علاجه، يجد ايضا مباني تعليميه صحيح لتعليم ابنائه، طرق سليمه ممهده يقدر يمشي عليها، وسائل مواصلات امنه يستطيع ان هو يركبها. فكل دي المنظومه دي بالكامل تم تنفيذها داخل المدن الجديده، وزي ما احنا شايفين النهارده في مدينه المنصوره الجديده اللي هي بتستوعب كل هذه الاحداث. ده غير كمان طبعا جامعة المنصورة الجديدة اللي بتعتبر يعني من أبرز معالم مدينة المنصورة الجديدة.
هو بالطبع طبعا جامعة المنصورة الجديدة، ودي من في إطار الجامعات أو الخطة لإنشاء العديد من الجامعات في المدن الجديدة وفي المحافظات المختلفة. ووجود هذه الجامعة في هذا المكان طبعا بيقدر أنه يستوعب أيضا عدد كبير من طلبة المحافظات، لأن المدينة في المنصورة الجديدة تربط بين ثلاث محافظات مختلفة، إذا مدينة المنصورة ودمياط وكفر الشيخ. إذا أبناء هذه المحافظات هيستطيعوا أن هم أيضا يلتحقوا بجامعة المنصورة الجديدة، ومن خلال أيضا وسائل مواصلات آمنة تقدر أنها توصلهم من لو كانوا في المحافظة ويجوا. وهناك أيضا إنشاء مدارس، تم إنشاء مدارس في هذه المدينة الجديدة. إذا مدينة متكاملة بشكل كامل، مدينة عصرية تواكب التطوير العالمي في مجال البناء والإنشاءات وحتى المدن الذكية على مستوى العالم ككل. سؤال أخير أستاذ جميل، يعني في عجالة بس علشان الوقت طبعا، وإحنا بنتكلم عن أبناء يعني محافظة الدقهلية، إزاي تابعت اللافتة الخاصة بتكريم رئيس عبد الفتاح السيسي لبعض النماذج المضيئة بمحافظة الدقهلية؟ هو طبعا ده شيء مهم جدا، أن كل النماذج المضيئة في كل المحافظات يتم تكريمهم، أن يجب على كل مواطن أنه يعمل بجد واجتهاد، وهيجد في النهاية التكريم اللائق به، التكريم او الاهتمام به كلهم في مجاله. وده بينمي روح الولاء والانتماء عند المواطنين، بينمي روح العمل عند ايضا المواطنين في كل محافظات الجمهوريه. الكاتب الصحفي جميل عفيفي، بشكرك شكرا جزيلا على هذا الاتصال. فاصل ونعود مره. تابع دكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء نتائج مشاركة وزارة الثقافة ضمن مبادرة حياة كريمة خلال شهري سبتمبر وأكتوبر، وثمن الدكتور مصطفى مدبولي الدور اللي بتقوم به وزارة الثقافة في الوصول بالخدمات الثقافية المتنوعة إلى شرائح أكبر بالمحافظات. حول هذا الموضوع معنا اتصال تليفوني بالمخرج محمد الشرقاوي مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال. أستاذ محمد أهلا بيك معنا. اهلا بحضرتك ومساء الخير على كل الساده المشاهدين. استاذ محمد، بدايه يعني كلمنا عن جهود وزاره الثقافه ضمن مبادره حياه كريمه. والله احنا اللي بيخصنا من الجانب ده وهنتكلم عنه ونتوسع فيه هو مشروع مسرح المواجهه والتجوال، والمشروع ده على الارض بقاله اكتر من 7 سنين، ولكن مع بدايه مشروع حياه كريمه بدانا التوسع اكتر في الانتقال بالمنتج الثقافي الاحترافي من العروض الاحترافية بالبيت الفني للمسرح إلى كافة ربوع جمهورية مصر العربية. عندنا شمال سيناء، جنوب سيناء، عندنا الصعيد، حلايب وشلاتين وصولا لقرية أبو رمان، في الجنوب الأقصر إلى أسوان كل محافظات الجنوب، لغاية السلوم، مرسى مطروح، اسكندرية، مدن القناة، الدلتا، وكلها بإحصائية رسمية من الدولة المصرية للقرى الأكثر فقر والقرى اللي فيها مشاكل. المشاكل دي بتنحصر في 1 التمييز على 60، 2 الكثافة السكانية الزيادة، 3 الميراث مثلا للأنثى أو مشاكل المرأة، ما بين قوسين كل ما يخص المجتمع المصري أو مشاكل المجتمع المصري المزمنة اللي احنا في حالة مواجهة معاها، واللي الدولة بتخوض معاها مواجهة وحرب سواء ثقافية أو أمنية من بداية 2016 مع انطلاق الشرارة من السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. يعني أستاذ محمد، القضايا الاجتماعية دي هي اللي بتتقدم من خلال العروض المسرحية؟ طبعا ومختلف. عندنا التنوع قايم بين عروض مسرح القومي للطفل او مسرح العرايس زي الليله الكبيره، ايقونه مسرح العرايس، عروض مسرح الطليعه، الغد، مسرح المواجهه والتجوال القومي، شكل احترافي في كرة. احنا بنستهدف وصلنا لغايه دلوقتي في ال5 سنين اللي فاتوا لحوالي 1600 قريه. السنه دي مستهدفين 250 قريه. حاليا وانا بكلم حضرتك احنا عندنا قافلتين في عروض في جنوب مصر ابتداء من هنا،
بكره حياه كريمه، 5 كره الى الاقصر اسوان، وهيطلعوا على الغربيه وهيطلعوا على المنوفيه. طب استاذ محمد، يعني عايزين نتكلم برضو على الاقبال الجماهيري في المحافظات المختلفه على العروض المسرحيه اللي بتتقدم ليهم. لا كلمه اقبال دي كلمه بسيطه، ده عطش. واحنا كان عندنا مشكله في فكره النمو او ما يقدمه دفع الضرائب، ما كانش بيوصل له. يعني عندنا مثلا من قبل الفتره اللي تحديدا في فتره من 2000 ل 2010 كان عندنا مشكله ان النمو او المنتج اللي الدوله بتعمله كان بيروح لطبقه معينه لا تتخطى 1% من المجتمع. لا، المصفى دلوقتي بتتفتح اكتر، احنا عندنا الاهتمام. يعني حضرتك، انا عشان المشروع ده يعني انا مظلوم فعلا، لان هو مشروع القرن فعلا، لان انا بشوف، شوف النموذج ده. انا هقول لك، انا كل ما بروح قريه من القرى اللي في حياه كريمه بلاقي الاتي: 1 مركز تكنولوجيا على اعلى مستوى، 2 مستشفى. وانا ابن الريف المصري وعارف يعني ايه مستشفى. يعني ممكن كان طفل يعيا بالليل عشان يروح ياخد حقنه او عشان خاطر سخونيه او كلام من ده، بيركب مواصله 8 و10 كيلو يا فندم في عز البرد. 3 بريد، 4 طرق ممهدة، 5 مدارس، 6 عروض مسرح وعروض ثقافة. المشروع ده بعتقد ان هو من اهم المشاريع اللي البشرية بتنفذها دلوقتي. 4500 قرية العقل البشري ما يستوعبهمش وما يستوعبش المجهود اللي بيحصل فيهم. واحنا بنتممه، احنا عندنا مجهودنا احنا في وزاره الثقافه او مشروع مسرح المواجهه والتجوال، ان العروض اللي بتنتقل دي كل يوم في قريه. بنسافر مسافات سفر مش هقول لحضرتك شكلها عامل ازاي. مصر كبيره، 104 مليون مواطن مصري. اغلب الشرائح اللي احنا بنستهدفها عندنا محورين بنتعامل على اساسهم. واحد المحور الاولاني تحقيق العداله الثقافيه، المحور الثاني محاربه كل اشكال التطرف الناتج عن الافكار الاصوليه. هي فكره استاذ محمد، يعني العداله الثقافيه مهمه جدا، ونقطه ثانيه انه كتير جدا من الافكار لما بتتقدم في عمل فني او عمل مسرحي الناس بتقدر تستوعبها اكتر. طبعا يا فندم، ولو تشوف صور الاطفال وتعطيهم، الاطفال بتبقى بتمسك العروسه اللي هي بتاعت المسرح العرايس وكانه بيحلم. الطفل بيبقى جاي لابس افضل لبس عنده. على فكره كمان بنشتغل عليهم ان احنا بنعمل لهم ورش تدريبيه. اما بنسيب المكان، الاولاد دولت بيبقوا خط دفاع في المكان اللي هم فيه، بيعملوا مسرح وبيقلدونا وبيعملوا الشغل بتاعنا في فتره تواجدنا، سواء مع المؤلف سواء مع المخرج. مجهود كبير ومجهود عظيم، وبدون اي زياده ماليه او عرق مالي احنا بنضيفه على الدولة المصرية، هي إعادة ترشيد للإمكانيات بتاعة الدولة إن هي تروح للمستحق. يعني لو جينا في تأسيس البيت الفني للمسرح، والمسرح الاحترافي ده موجود في القاهرة، ما كانش موجود غير في منطقة وسط البلد، اللي هو المسرح القومي، الطليعة، الشباب، ده اللي بيروح له. فالدستور المصري أصلا في نشأته لا يجوز التمييز على أساس الموقع الجغرافي. نعم. احنا بناخد وبنطلع للروافض، ودعوة للدولة فكرة التكامل. بشكر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على مساعدته لنا من خلال إدارة تنمية الشباب عن طريق الدكتورة نجوى صلاح، وزارة التنمية المحلية، وزارة الداخلية في تأمين العروض، المجتمعات المدنية المصرية الأصيلة اللي بتساهم معانا. بشكر قائم على فكرة التكامل. بالتأكيد واضح. يعني المخرج محمد الشرقاوي مدير مشروع مسرح المواجهة والتجوال، أنا بشكرك. طبعا بعتذر لضيق الوقت، لكن واضح طبعا أنه يعني مجهود مهم جدا، مسألة العدالة الثقافية مهمة جدا، فكرة العروض أنها توصل لكل المحافظات والنجوع ده برضو أمر مهم جدا. كده تكون انتهت فقرة أخبارنا. بعد الفاصل حوار حول تطوير المجتمعات العمرانية من خلال حوار بيجري الزميل خالد سعد مع الدكتورة شاهيناز طايع مدرس كلية الهندسة بقسم العمارة وخبير التخطيط العمراني. فاصل ونعود مرة أخرى.